اوه ماي جاد، والله العظيم اني تعبت 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 من السباحة، والله العظيم يوم كامل او مدري يومين واني دا العب ودا اسبح بهذا المسبح الخرافي، بس اني اليوم كلش كلش جوعان وما ادري الصراحة شنو لازم اسوي. خلي افتح الصندوق، يا رب يا رب يا رب يا رب الاقي لي هيك شي اكل، تفاح او خبز او لحم او اي شيء، اهم شيء يطلع عندنا اكل. هاي شنو هاي؟ لا شباب لا 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 لا، هذا الصندوق فاضي هسه، شلون ورطة هاي؟ والله العظيم ما ادري شنو لازم اسوي اني هسه. اوكي ماكو مشكله، الحمد لله والشكر عليك الحال. خلي اروح اكلم صديقي بلكي يساعدني. هذا منو؟ هذا منو؟ هاي انت منو؟ انت منو؟ لا انت منو؟ انت منو؟ شنو هاي؟ او ماي جاد، شوفوا شنو عنده شباب وبنات. ايه طبعا اني عندي طريق طعام والطريق الديرت. ايه او ماي جاد شباب وبنات، هذا الطريق كله متروس طعام. شوف هنا انا عنده تفاح، هنا انا عنده لحم، وهنا انا عنده جزر ولحم، ولحم مال دجاج ولحم طبيعي. يعني هذول الصناديق كلهم بيهن اكل وشغلات رهيبه. يعني واو، ارجوك ارجوك اني امنيتي اني ازور او اروح لهذا الطريق مال الطعام، ارجوك وديني اليه او عليه. ايه 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 اني اقدر اوديك عليه، بس قبل كل شيء لازم تقولي انت منو. اني الصراحه امير، اني اعيش بذاك البيت البعيد كلش هواي ابو الديار، واني الصراحه اجيت لهنا ماخذ لي اجازه، يلا اسبح بهذا المسبح اللي موجود هنا يمك. اوه يعني انت فقير مو؟ ايه ايه اني فقير ومريض، حتى صوتي متغير هاي الايام، والله ما ادري شلون ورطه هاي. اه والله انك مسكين، بس لا تكون انت مريض بذاك المرض الخبيث. لا 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 مو مريض، ما عندي ذاك الفيروس الخبيث. طيب 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 خلاص خلاص، انت شنو تريد هسه؟ الطريق مال الديرت او الطريق مال الطعام؟ دقيقه خليني اشوف الطريق مال الديرت. ياو شنو هذا الطريق مال الديرت؟ بي صناديق ديرت، انا ما احب الديرت، انا والله البيت مالتي مال الديرت طفشان من عده، وتريد تنطيني طريق مال الديرت؟ شيلي بالديرت يا اخي. ترى بكل صندوق ديرتي راح تلاقي شغله، راح تلاقي شغلات رهيبه. شنو مثلا راح الاقي؟ يعني من رح تفتح الصندوق راح تلاقي مره ستاك ديرت، راح تلاقي مره دروع ديرتيه، راح تلاقي مره مثلا ادوات ديرتيه، يعني شغلات رهيبه مال ديرت. لا 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 لا، اني ما اريد الديرت، اريد هذا الطريق مال الطعام، لان الصراحه اني صار لي هسه يومين ما ماكل شيء. زين يعني انت تريد هذا الطريق مال الطعام مو؟ اي هذا اللي اريده اني، ارجوك عمو. خلاص حتى اني انطيك الطريق مال الطعام، اقول كم شغله او كم شلون اقول لك، يعني كم مهمه لازم انت تخلص لي اياها بنجاح، تمام؟ خلاص بس قل لي شنو هاي المهمه ارجوك. طبعا المهمه بكل اختصار اريدك هسه 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 شنو تسوي؟ تسوي لي مسابح. ايه اريدك تسوي لي 3 مسابح. او ماي جاد شباب وبنات، راح نسوي مسابح احنا؟ واو. طيب شلون راح تريد، شلون تريد المسبح؟ طبعا اريد بكل اختصار يكون مسبح من دايمود ومسبح مال ايميرالد ومسبح مال ذهب، يعني 3 مسابح مختلفة اريدهن يمبع تمام وبهاي المنطقة، تمام؟ اوه يعني تريد 3 مسابح هنا بهاي المنطقة. خلاص اني اسوي اللي انت قلت لي عليه، بس اول مرة يبي لي موارد، اني من وين راح اجيبهن؟ طيب طيب هسه راح اقول لك من وين راح اجيبهن، بس قبل لا انطيك الموارد لازم توعدني بشيء. اوكي خلاص راح اوعدك، بس قل لي شنو هذا الشيء اللي لازم اني اوعدك به؟ الشي هو بكل اختصار ما اريدك تخمط لي الموارد اللي انا راح انطيك اياهن، تمام؟ انا ما اخبط اصلا، انا ابوي ما علمني على السرقه، ابوي قال لي لازم تعتمد على نفسك وتجمع فلوس وموارد بنفسك وتروح تشتري طعام بنفسك، حرام عليك انه تسرق. وقبل تقريبا 3 أو 4 سنوات خمطت من عند ابوي حبه لحم جلدني جلد معدره، بعد انا ما اسرق وبعد ما انا ما اخبط. خلاص بما انك انت ما تخمط اني هسه راح انطيك الموارد، تمام؟ والله راح تعطيني الموارد؟ يلا 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 عطني هسه الموارد، راح الاقين بالصندوق مو؟ ايه بالصندوق راح تاخذن او راح تلاقين كلهن، تمام؟ خلاص يلا 3 2 1. اوه شباب بنات هذول الموارد، 6 ستاكات بلوكات ايميرالد، و6 ستاكات بلوكات دايموند، و6 ستاكات بلوكات ذهب، والله العظيم فتشي رهيب. طيب تريد هنا المسبح عمو؟ ايه اريده هناك. تا
تمام خلاص يلا شباب بنات راح نسوي له مسبح هذا الورع. اوكي طبعا المسبح بكل اختصار راح يكون 3 مسابح. او ماي جاد والله العظيم كل شيء هواي 3 مسابح. دقيقه نبدي من هنا، 1 2 3 4 5. شنو رايكم بكل مسبح يكون 6؟ اوكي 6 بلوكات، 1 2 3. اوكي شنو رايكم بكل مسبح يكون 6 في 3؟ راح يكون خوش مسبح. او لا خلي 4، يكون 4 بيكون مره بطل، 4 ب6. اوكي شباب يلا 1 2 3 4، 2 3 4 5 6. هذا ان شاء الله راح يكون عندنا المسبح الثاني، راح يكون المكان مالته هنا. اوكي ماكو مشكله، نبتعد 2 بلوكتين وهسه نسوي 2 3 4 5 6. اوكي هسه صار عندنا 3 مسابح اسطوريات بأتم معنى الكلمه يا شباب ويا بنات. اوكي كلش تمام، كلش حلو. طيب هسه نبدي بالمسبح بالذهب، بس شنو رايكم نكبره شوي شباب؟ احسه كلش صغيروني. اوكي ماكو مشكله، خلي احنا نكبره من هذا الاتجاه يا شباب وبنات بهذا الشكل مثل ما جاي تشوفون. طيب هسه هذا ان شاء الله المسبح الاول راح يكون مسبح الذهب. اوكي حلو 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 حلو، رهيب المسبح مال الذهب، يكون عندنا مسبح اسطوري. اوكي هذا الاول، المسبح الاول تقريبا سوينا الحد مالته. نجي للمسبح الثاني، راح يكون مسبح مال ايميرالد. لا قبل لا نسوي المسبح مال ايميرالد يبينا احنا نسوي المسبح مال الدايموند. ليش؟ لان حتى تكون الشكل كلش متساوي ويخبل. اوكي نجي هسه ونسوينا المسبح بالدايموند. واو عندنا صار مسبح بالدايموند، حلو. لسه بعد ما خلصنا اعرف، بس ماكو مشكله. هسه بعد ما خلصنا احنا المسبح بالدايموند، هسه راح نجي للمسبح الاخير الاسطوري اللي ما في احسن من عده، اللي هو مسبح شنو؟ اللي هو مسبح الايميرالد. نجيب الايميرالد ونحطه هنا بهذا الشكل. واو يا شباب وبنات صار عندنا 3 مسابح اسطوريات، هذا المسبح الاول ابو الذهب، المسبح الثاني بالدايموند، والمسبح الثالث ابو الايميرالد. هسه نجي ونعمق شوي بالمسبح، اكيد لازم المسبح مالتنا يكون شوي عميق، العمق مالته نريده احنا كلش عميق، حتى شنو؟ حتى هذا الورع اللي راح يودينا للطريق مال الطعام شنو يا شباب وبنات؟ يريد يسبح كلش زين يعني تعرفونها. اوكي؟ فماكو مشكله يا شباب وبنات، هسه خلي احنا نفلش كل هذا، هاي ظني البلوكات تفلش ونحط مكان شنو هنا؟ مكان الذهب. اوه ماي جاد يا الشكل الاسطوري الفخم. الهيبه شباب والله العظيم فتشي اسطوري. اوكي نكمل نفلش هذا الديرت كامل نفلشه نجيبه ونحط مكانه شنو كالعاده يا شباب ويا بنات؟ نحط مكانه كالعاده ذهبايات. واو 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 واو. اوكي نحط لنا ذهبايات بهذا الشكل. اوه والله قرب يخلصون الذهبايات يا شباب ويا بنات، الله يستر. اوكي خلينا نصعد من هذا المكان، نفلش لنا هاي البلوكه. اوكي نجي للمسبح اللي بعده اللي هو مسبح ابو الدايموند. او ماي جاد احسن مسبح. والله امنيتي شباب وبنات يكون عندي مسبح ابو الدايموند، بس شو اسوي؟ انا فقير ما بيدي شيء. انا اصلا عندي بيت مال ديرت، وهسه راح اروح له، راح اروح انام، ما عندي حتى هسه فلوس حتى اسوي لي مسبح ابو الدايموند، شو اسوي؟ لا شباب وبنات الشفل مالتنا انفلشت او انكسرت، شلون ورطه هاي؟ والله العظيم ما ادري شلون ورطه هاي. اوكي ماكو مشكله، خلي احنا نكمل نفلش هاي بايدنا، وهذا كله الارضيه خلي نحولها كلها الى دايموند. اوكي خلي اروح انا واني هسه احسن لي. يلا خلي اروح لبيتي من هذا الاتجاه. هاي عمو راح اروح لبيتي وراح ارجع باكر. اوكي يلا تصبح على خير. يلا شباب بنات هسه خلي نروح لبيتنا. يا الله اي وخر انت عم ورع. اوكي ماكو مشكله نروح لبيتنا من هذا الاتجاه. طبعا اني بيتي شباب ما اريد ولا واحد يضحك على بيتي. اوكي طبعا اني بيتي مال فقره، بس شو اسوي ما بيدي شيء. اوكي خلي اروح لبيتي اني من هذا الاتجاه احسن لي. شوفوا هاي وين السرير مالتي؟ والله حتى السرير مالتي سرقوا، اجا كريبر وانفقع. يا الله هسه شلون ورطه هاي؟ والله ما ادري شلون ورطه هاي. طيب خلي اروح للبرج او للقلعه مال صديقي ابو جاسم. يا رب يكون موجود ابو جاسم حتى انام يمه. هاي والله ما ادري شباب بنات شنو السالفه، ابو جاسم شكله ما موجود، خلي نروح ننام بالقلعه مالته احسن لي. وي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. والله العظيم تخبل النوم بالقلعه مال ابو جاسم، يعني اول مره انام بهيك مكان يكون مرتفع واسطوري وخرافي، مو مثل بيتي هذا اللي فجر الكريبر الورع. الله يلعن خير هذا الكريبر اللي فجر لي بيتي.
اوكي ماكو مشكلة اصلا عادي. يلا هسه خلي ارجع واكمل المسابح مالتي، بس قبل كل شيء لازم اروح اسلم على صديقي هذا اللي راح يودينا الى الطريق مال الطعام. اي صباح الخير صديقي. صباح الخير، شلونك شلون الصحة؟ والله الحمد لله والشكر. يلا يلا انا هسه راح اروح اكمل اشتغل على المسابح. تمام اوكي يلا روح اشتغل. يلا روح روح، كفى عليك كفى عليك. يلا شباب وبنات هسه احنا خلي نروح نشتغل. او شباب وبنات نسينا شغله، الشفل مالتنا انكسرت، لازم اروح اكلم اقول له يعطيني شفل. هاي والله الشفل مالتي انكسرت هسه، شلون راح اقدر احفر بعد؟ يا اخي انا شلي علاقه بيك؟ عندك الدايموند والاميرالد والذهب وبعد تريد من عندي شفل؟ روح سوي بنفسك يا اخي. اوكي اوكي ماكو مشكله، راح اسوي بنفسي. شنو يا شباب ويا بنات؟ شفل لايه. اوكي عندنا ديرت، ايه موجود الديرت تايات، خلي نروح لهذا المكان يا شباب ويا بنات ونروح نفلش هنا شجرايه، نشوف هنا شجرايه. اي هاي شجره اسطوريه خرافيه، نفلشها تصير عندنا كرافتنج تيبل، نقدر نسوينا يا شباب ويا بنات شفل لايه. اوكي راح تكون شفل لايه ابو الدايموند. اي 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 تخيلوا شباب قبل كان ما عندنا ولا شفل لايه، هسه راح تصير عندنا ان شاء الله شفل لايه ابو الدايموند. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي ارجع المكان مال المسابح مالتنا، مو مالتنا مال هذا عمو، ماكو مشكله، مالتنا مالت عمو كلهن نفس الشيء. اوكي خلي نروح. واو والله قبل كنت اسبح بهاي البحيره، بس اليوم ان شاء الله ان شاء الله راح اسبح لي بوحده من هذول المسابح، ابو الذهب او ابو الدايموند او ابو الايميرالد. اوكي محصلين احنا هسه 2 حبات خشب، نسوي لنا اول مره كرافتنج تيبل، نجيب لنا الكرافتنج تيبل وين نحطها؟ هنا. نسوي لنا يا شباب بنات شنو هسه؟ استكات، بعدين نسوي لنا شفل. شنو رايكم نسوي لنا شفل ذهبي يا شباب؟ والله ما حد يسوي شفل ذهبيه، بس انا راح اسوي شفل ذهبيه. اوكي ماكو مشكله، خلي هسه نفلش كل هذا الديرت اللي موجود هنا حتى شنو؟ حتى يكون عندنا حتى نحوله الى شنو؟ الى دايموند. اوكي خلي نفلش كامل هذا تفلش. طيب هاي خلي نكسرها. اوكي حلو نكسرها، وهي من نفلشها تفلش. طيب هذا كله راح يكون نحوله الى دايموند. اوكي حوله كله الى دايموند. واو هاي خلص ستاك الدايموند. لا مو ذهب، مو ذهب يا ورع يا نوب، دايموند. اي دايموند، احنا نريد كله دايموند. اوكي خلصنا هذا، هسه نجي للمسبح الاخير اللي هو مسبح ابو الايميرالد. نجيب لنا الايميرالد هذا ونفلشه كامل تفلش. اوكي لا انكسرت الشفل مالت يا شباب ويا بنات، مالت شو اسمه الشفل مالت الذهب. هسه يبينا نسوينا شفل ثانيه. اوكي ماكو مشكله، راح نسوينا شفل ثانيه من ذهب نفس الشيء، لان الصراحه انا احس انه الشفل الذهبي اقوى من الشفل الدايموندي. شوفوا السرعه مالتها، صحيح هي على السريع تنكسر بس اسرع وافضل من الشفل او الدايموند. اوكي يلا هسه خلي نكمل احنا ونفلش كل هذا الديارت اللي موجود هنا حتى شنو؟ حتى اخلص لي هذا. لا انكسرت مره ثانيه هاي الشفل، يا ربي هسه شو ورطني انا لو مسوي لي شفل دايموند. وهسه خلصت من هذا العذاب. او ماي جاد، حتى استكات والخشبايات خلصن من عندي، يبين لي بعد هسه اروح اجيب لي خشبايات يا شباب ويا بنات. اوكي راح اجيب لي خشبايه من هنا، انا بعد مالي علاقه، خلاص هذا شوفوا مو حطيت لي خشب راح اعوضه بالدايموند حتى ما يقول سرقني ما ادري شنو. هذا صار عنده شجره ابو بلوكات الدايموند. هاي يا ورع هذول فلوسي كلين فلوسي. يا اخي انا جاي اشتغلك على المسابح اسكت. اوكي خلاص خلاص، بما انك جاي تشتغل راح اكمل. يلا ماكو مشكله، يلا شباب وبنات احنا هسه خلي نروح نسوي هسه 2 شفلات، يعني بعد خلاص ما اريد يخلصن عندي الشفلات نهائيا. اوكي نقدر نسوينا اكثر حتى من شفلين، نشوف 6 شفلات. الله الله كلش كافيات 6 شفلات يكفن وبالزايد بعد. اوكي هذا المسبح ابو الايميرالد الزين الاسطوري اللي ما في احسن من عده، خلي نخلصه بهذا الشكل. واو صار عندنا مسبح ابو شنو؟ ابو الايميرالد. هسه بعد خلي نفلش كل هذا اللي بالزوايا كلهن، نفلش الديرت هذا اللي موجود هنا ونحوله الى شنو يا شباب ويا بنات؟ نحوله الى الايميرالد. اوكي خلاص صار عندنا شنو يا شباب وبنات؟ عندنا او خلي نفلش هاي البلوكه ونفلش هاي البلوكه. اوكي صار عندنا هسه المسبح ابو الايميرالد. اوكي خلي نكسر هاي البلوكه. واو المسبح الاول المسبح الثاني. شنو رايكم شباب وبنات سوينا فيكات؟ اوكي سوينا مثلا هنا من هنا 3 ومن هنا 3 بلوكات. هسه اقول لكم ليه شباب والله العظيم هاي الحركه راح تعجبكم بشكل مو طبيعي. اوكي 2 أو 3 احنا سوينا هناك، سوينا 2 يعني من هنا لازم نسد لنا هاي المكان وبس 2 راح يكون. اوكي طيب هسه اقول لكم شنو الفائده مال هذا الاشي. الفائده بكل اختصار يا شباب وبنات راح نسوي هنا عباره عن درج. اوكي حتى شنو؟ حتى يكون شكل يخبل باتم معنى الكلمه.
اوكي نسوينا هيك شيء مثلا. لا 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 دقيقه هسه اقول لكم شلون. والله العظيم راح تعجبكم شباب، بس صبروا لي شوي، بس صبروا لي شوي. اوكي هاي راح تكون هيك ان شاء الله، وخليني افلشها بهذا الشكل. الله او انكسرت هاي، يا الله. اوكي هسه هاي خليني نسويها بهذا الشكل. او ماي جاد شنو رايكم شباب؟ هسه صار على الاقل مسبح، خوش مسبح مو، بس خليني افلش النهايه. وهاي يعني ما اعرف، ما ادري الصراحه هذا الشكل شلون طلع. دقيقه هسه صاير مسبح خوش والله العظيم اسطوري. نجيب لنا الشفل اللي بعدين عندنا. هسه خليني افلش لنا كل هذا، هذول الديرتايات نحط لنا مكانهم الدايموند. اوكي وهذول هذول الثنين نكسرهن. اوكي هذول البلوكتين نكسرهن، وهذول نحولهن من ديرت الى شنو، الى دايموند. او ماي جاد والله حركه حلوه، حركه حلوه عجبتني شباب بشكل مو طبيعي. وانتم ما ادري اذا عجبتكم او لا، انا الصراحه كلش عجبتني هاي الحركه، حتى الواحد يعني يروح شوي على كيفه الى المسبح، ما يقمز على طول. يعني فهمت السالفه شلون، فهمت الشغل شلون راح يكون. اوكي هذا خليه نفلش الديرت بهذا الشكل حلو، نحط لنا مكانه جولد. اوكي الله الله يا الشكل الاسطوري، ثلاث مسابح يخبلن باتم معنى الكلمه والله العظيم يا شباب بنات. يلا هسه خلي اروح. دقيقه ثواني، نسينا شغل يا شباب بنات. هاي شوت ننسي، هاي شلون ننسيها شباب؟ ما يصير نسوي هذول الحركات البركات، هذول الشغلات الاسطوريات اللي قمزنا حتى نقدر نقمص بالمسبح شباب. ايه اكيد هذا اهم شيء شباب بالمسبح. ايه والله العظيم، بس باقي الماي هسه من وين راح نجيبها يا شباب ويا بنات؟ والله ما ادري الصراحه الماي من وين راح اجيبه. خلي اروح هسه اكلم عمو حميد اقول له يعطيني الماي. هاي السلام عليكم عمو. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اوه والله شوفني المسابح اللي انت سويتها، شوفني ياهين. يلا تعال شوف. طبعا هذا المسبح مال الذهب. واو مسبح مال الذهب يخبل. اوكي شكرا. وهذا المسبح مال الدايموند. او ماي جاد، همين المسبح مال الدايموند اسطوره. وهذا المسبح ابو الايميرالد، همين هذا افضل واحسن مسبح بالعالم كله. شكرا لك والله العظيم. طيب خلاص عمو، انت هسه راح تنطينا، بما ان اني خلصت لك المسابح راح تنطينا هذا الطريق مال الطعام او لا؟ اكيد راح انطيك اياه، بس قبل كل شيء بعد اكو شغله لازم انت تسويها. شنو هاي الشغله؟ اوكي هسه اريدك تفتح هذا الصندوق، راح تلاقي الريموت، غير القناه. واريد هسه اقول لك شنو، بس اخذ الريموت غير القناه. اريد هسه كل المتابعين يضغطون على هذا الزر الازرق اللي هو زر اللايك، ويضغطون على هذا الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، ويضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الاشعارات، حتى اني شنو انطيك هذا المسبح، اقصد هذا الطريق مال الطعام. تمام؟ او ماي جاد شباب بنات، ارجوكم اذا تحبون هذا عمو ينطينا هذا الطريق مال الطعام، ونصير ناكل طول حياتنا. اريدكم هسه شباب بنات كلكم زي ما قال لنا عمو هذا، كلكم تضغطون على هذا الزر الازرق اللي يوزر اللايك، والزر الاحمر اللي يوزر الاشتراك، والزر الرصاصي اللي يوزر تفعيل جرس الاشعارات. اوه هاي شلون ورطه، هاي صارت الدنيا ليل. يلا شباب بنات خلي هسه نروح كالعاده للقلعه مال صديقنا ابو جاسم، ونروح ننام بها، وان شاء الله باكر الصبح هذا عمو ان شاء الله راح يودينا الى الطريق مال شنو، مال الطعام، ونصير ناكل ليل وصبح، صبح وليل. اوكي ماكو مشكله، خلي نروح احنا هسه ننام احسن لنا. يلا هسه خلي ناخذ هذا السرير اللي منانه. يلا تصبحون على خير. صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد شنو هذا؟ الجو كلش برد شباب، والله العظيم اليوم الجو كلش برد. سريع خلي اسوي لي اني هسه دروع ابو الدايموند يا شباب ويا بنات. اوكي اسوي لي هسه جست بلاي. او ماي جاد اوكي اسوي لي هسه مثلا بنطلون. اي لازم يكون عندي بنطلون. اسوي لي هسه مثلا خوذه. اسوي لي هسه مثلا بوت. اوكي حلو، هسه صارت الاجواء كلش تمام، والله الحمد لله والشكر على كل حال. يلا هسه خلي اني ارجع لهذا عمو، وان شاء الله هسه راح يقول لنا المكان وين هذا الطريق مال الطعام. اي صباح الخير، يلا هسه راح تودينا لهذا الطريق مال الطعام. اي راح اوديك عليه، بس قبل كل شيء لازم تدرس لي هذول المسابح ماي. تمام؟ بس انا ما عندي ماي، شلون ورطه هاي؟ ما عليك بالصندوق راح تلاقي الماي اللي انت تريده. تمام؟ خلاص افتح هذا الصندوق هسه. ايه هسه تقدر تفتحه. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الصندوق. اوه هذول هوايه ورع، شو راح اخذهن؟ رجع لي كل فلوسي وكل مواردي حتى تاخذهن. تمام؟ خلاص راح اسوي اللي انت قلت لي عليه. طيب لازم اجيب الصندوق. او ماي جاد هذا كله راح اشمرهن. اي اطلع لي الصندوق.
وين الصندوق؟ طلعوا لي هواي باكتات بس الصندوق ما طلع لي. يا ساتر هسه شلون؟ اي طلع لي الصندوق. لا لازم ارجع اخذه مره ثانيه. هسه شلون ورطها يا شباب يا بنات؟ يا الله. اي وصلنا، اخذ الصندوق. اوكي خليني نجي هنا نحط الصندوق هنا ونحطنا هسه الموارد كلهن بالصندوق. هذا الاميرالد كله نحطه، الدايموند، الاميرالد، شنو بعد؟ الذهب، هذا 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 الاميرالد، هذول الدايموند كلهن اخذن. بعد انا ما اريد شيء، انا بعد اريد طعام، اريد اكل. يلا هسه خلي اترس كل هذا المسبح كله ماي حتى خلاص، حتى اخلص من هذا العذاب. وبعد هذا اوكي، هذا المسبح الاول صار تقريبا جزء منه تمام. اوكي بعد هذا من هنا حطينا باكيت، ومن هنا باكيت، ومن هنا باكيت، ومن هنا باكيت. لا 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 مو من هنا، من هنا باكيت. اوكي اعتقد هسه كلش تمام صاير. هذا المسبح مال الذهب خلصنا من عده. نجي للمسبح الثاني اللي هو المسبح مال الدايموند. حطينا اول مره باكيتين هنا كالعاده، حطينا مثلا باكيت هنا، باكيت هنا، باكيت هنا، ومثلا باكيت هنا. لا ولا مو هنا، هنا. دقيقه دقيقه، وين نحطه؟ نحطه هنا وهنا. لا هنا والاخير هنا. اوكي ماكو مشكله. هسه خلصنا كل الباكتات، هسه باقي بس المسبح بابو الاميرالد. هسه لازم احنا شنو نسوي؟ نحطه بهذا الشكل. هذا خلاص صار عندنا مسبح ابو الاميرالد الحمد لله والشكر على كل حال. خلصنا كل شيء يا شباب ويا بنات. هسه راح نروح للطريق مال الطعام. او ماي جاد شباب، او ماي جاد، حرفيا فتشي رهيب. اوكي اذا عجبكم مسبح من هذول الثلاث مسابح ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات واكتبوا لي بالتعليقات يا هو احسن مسبح من هذول الثلاثه. يلا هسه خلينا نروح ناخذ الطريق مال الطعام. يلا هسه عمو راح تنطينا الطريق مال الطعام او لا؟ بس قبل كل شيء هسه اريدك تسوي برتش بليد ابو الذهب. اوكي سهله، برتش بليد ابو الذهب يحتاج لنا 2 حبات ذهبايات. اوكي اوكي هاي برتش بليد ذهب. اوكي يلا هسه شو اسوي؟ احسب من 1 للثلاثة وقمز عليها. تمام يلا 3 2 1 ليتس جو. اوه ماي جاد، وي اوه ماي جاد شباب، وصلنا لهذا المكان. اوه والله العظيم مكان اسطوري، متروس صناديق شباب وبنات. شوفوا كم من صندوق، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ضارب 2 يعني تقريبا بال 26 صندوق وكلهن متروسات. اعتقد اكل. بالله نجرب نفتح الصندوق الاول. اوه ماي جاد متروس كله لحم. اوه ماي جاد شباب، الصندوق الثاني كله جزر، الصندوق الثالث كله لحم، الصندوق الرابع كله لحم، الصندوق الخامس سمك، واو الرابع همينه سمك، السابع الثامن ما ادري ايش قد بصل حلو. اوكي هذا بطاطا جولدن نوتش ابل، واو هذا لحم مطبوخ، هذا بافر فيش ما ادري شنو. هاي شنو شباب؟ والله ما ادري شنو هاي. برجرات، اوه ماي جاد شباب برجرات لا نهائيه صار عندنا. واو اوكي لحم مال زومبي، شو اسمه شباب هاي شوربه ما ادري شنو، الحساء مال المشروم، جولدن ابل مطور مو مطوره، جولدن ابل يعني عاديه، بطاطس، شوربه نفس الشيء شباب. اوكي رقي او بطيخ. اوكي كيك حلو، سمج نفس الشيء، شوربه، لحم مال ارانب مطبوخ، لحم مال خرفان مطبوخ، تفاح. واو شباب بنات والله العظيم اني راح اصير كلش فرحان، لان الصراحه راح اصير راح ابقى اكل كل يوم اي شيء اني اريده. واو